أعددنا لكم اليوم قائمة بأخطر 10 ثعابين في العالم، ثعابين مذهلة وغير عادية، يكمن خطرها في سرعتها ودراوة هجماتها وسمومها القاتلة، كما أنها قد تتسلل إلى وسط المدينة المزدحمة. لذا يجب عليك الانتباه. الأفعى الجراثية. يوجد هذا الثعبان الخطير في الأمريكتين. لديه قدرة على القفز تصل إلى 2/3 طول جسم الإنسان، ويعتبر أكثر الثعابين السامة في أمريكا الشمالية. ومن العجيب أن خطورته تظهر بشكل أكبر على البالغين بسبب عدم قدرتهم على التحكم في كمية السم المحقون. لدغات هذا النوع، خاصة الكبير منها، قاتلة، ولكن عند الإسراع في معالجتها بالمضادات فإن معدل الوفيات يقل إلى 4%. معظم أنواع هذه الثعابين يؤثر سمها في الدم مباشرة، فتدمر الأنسجة ويتجلط الدم، وقد تؤدي اللدغة إلى صعوبة التنفس وسيلان اللعاب والنزيف الحاد وفقدان القدرة على تحريك الأطراف. ثعبان أدر القاتل. تم العثور على هذا النوع في استراليا وغينيا الجديدة، وهو قادر على اقتناص الأنواع الأخرى من الثعابين بما في ذلك المذكورة في هذه القائمة. له شكل ثلاثي الرأس بالإضافة إلى رأس قصيرة. تحقن اللدغة الواحدة منه الجسم 40 إلى 100 ملغرام من السم، وتعد لدغة ثعبان أدر واحدة من أكثر اللدغات خطورة في العالم. تبلغ الأعراض ذروتها خلال 24 إلى 48 ساعة، وقد تسبب اللدغة الشلل والوفاة خلال 6 ساعات بعد توقف عمل الجهاز التنفسي. توجد الآن مضادات ناجحة لعلاج لدغة ثعبان أدر، ولكن قبل تطوير المضادات الحيوية كان معدل الوفاة من لدغاته على مستوى العالم لا يتعدى 50%. الأفعى السامة. وجدت هذه السلالة بداية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وخاصة الهند والصين وجنوب شرق آسيا، وحاليا توجد في جميع أنحاء العالم. غالبا ما تنشط ليلا بعد هطول الأمطار، ويمكن القول أن معظمها سام. أعراض الإصابة تبدأ بألم في مكان اللدغة، يليها مباشرة تورم في الطرف المصاب في الحالات الشديدة، وذلك خلال 72 ساعة، وقد تحدث الوفاة خلال 14 يوما من اللدغة نتيجة تسمم الدم وتوقف الجهاز التنفسي وفشل القلب. الكوبرا الفلبينية. لا تنضم معظم أنواع كوبرا إلى هذه القائمة، ولكن الكوبرا الفلبينية هي حالة استثنائية، لأن السم الموجود بداخلها هو الأكثر فتكاً بالنسبة لأنواع الكوبرا الأخرى. هذا النوع قادر على البصق لمسافة تصل إلى 3 أمتار. تشمل أعراض لدغة أفعى كوبرا الصداع، الغثيان، التقيؤ، الإسهال، الدوار، وآلام البطن. تتسبب اللدغة في تلف الأنسجة، ويؤثر سمها العصبي على وظائف القلب، وقد يؤدي إلى شلل في الجهاز التنفسي ومن ثم الوفاة خلال 30 دقيقة. أفعى التايجر. يوجد هذا الثعبان في أستراليا، وله سم عصبي قوي. تشمل أعراض الإصابة به ألم العنق، الوخز، التعرق الموضعي، صعوبة التنفس والشلل. تحدث الوفاة عادة بسبب لدغته في مدة من 6 إلى 24 ساعة، وقد تحدث خلال 30 دقيقة فقط. قبل تطوير المضادات الحيوية كان معدل الوفاة بسبب أفعى التايجر من 60 إلى 70%. المامبا السوداء. تم العثور على ثعبان المامبا السوداء في جميع أنحاء القارة الأفريقية، ومن المعروف أنه عدواني للغاية وضربته قاتلة، كما أنه أسرع ثعبان الأراضي في العالم، حيث تصل سرعته إلى 20 كيلومترا في الساعة. وتكون هذه الثعابين مخيفة جدا عندما تضرب بمعدل 12 مرة على التوالي. اللدغة الواحدة قادرة على قتل أي شخص، وخاصة البالغين من سن 10 إلى 15. اللدغة الواحدة تحقن الجسم 100 إلى 120 ملغرام، وقد تصل في بعض الأحيان إلى 400 ملغرام من السم. من الأعراض الأولية
ألم في منطقة اللدغة، ثم الإحساس بالوخز في الفم والأطراف، ثم الرؤية المزدوجة وزيادة إفراز اللعاب. وإذا لم يتلقى المصاب العناية الطبية العاجلة، فإن الأعراض تتطور بسرعة شديدة إلى ألم في البطن وقيء وغثيان وشحوب وتشنجات وشلل، وبدون تناول المضادات يؤدي إلى الوفاة بنسبة 100%، وهي أعلى معدلات وفاة في العالم. الثعبان كريت الأزرق. كريت الأزرق هو الثعبان الأكثر فكاً. وجد هذا الثعبان في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا وإندونيسيا. 50% من لدغات كريت الأزرق قاتلة حتى مع التحكم في تناول المضادات. سمه أقوى بمعدل 16 مرة من لدغة الكوبرا، ويؤدي إلى شلل العضلات ومنع النهايات العصبية من الإفراج عن المواد الكيميائية. تحدث الوفاة عادة خلال 6 إلى 12 ساعة من اللدغة بسبب موت أنسجة الدماغ. قبل تطور المضادات كان معدل الوفاة يصل إلى 85%، ومع مرور الوقت أصبحت المضادات تتحكم في هذه المشكلة. أفعى براون الشرقية. هذا النوع يخدعك شكله المميز. يوجد به 14,000 أوقية من السم كافية لقتل شخص بالغ. أكثر أنواع هذا الثعبان سامة. يطارد فريسته مراراً وتكراراً ويتحرك بسرعة عالية. يؤدي سمه إلى تخثر الدم، إلا أنه لحسن الحظ لا يتعدى ذلك نصف كمية السم التي يبثها. إذا رأيت أفعى براون في أي مكان، كل ما عليك فعله هو ألا تبدي أي حراك، وإلا ستهاجمك على الفور. ثعبان تيبن الشرس. لثعبان تيبن أنواع مختلفة، وهو يحتوي على السم الأكثر خطورة من أي ثعبان آخر في العالم. تحمل اللدغة الواحدة 110 ميليغرامات من السم، وهو ما يكفي لقتل نحو 100 شخص من البشر أو 150,000 من الفئران. لكنه من النادر ما يواجه البشر في البرية، ولم تسجل عنه أي حالة وفاة، ومن المحتمل أنه يقتل الشخص البالغ خلال 45 دقيقة. ثعبان بلتشر البحري. هذا هو أكثر الثعابين السامة في العالم. ينتشر في جميع أنحاء سواحل جنوب شرق آسيا وشمال أستراليا.